السلام عليكم، معكم بشر هيدز. رجعنا لكم كود 8 كود 6 MW2. طبعا كنت جالس اقلب عند السوني 3 وايرات وكذا وغلط، طاحت يدي على العاب مره قديمه. عندكم هذه كود 4 وكود 5، عندك كود 7 وكود 6 اوردي منزلينها الابلكيشن في سوني 3، فيعني قلت بنزل عنهم لايف. ولا مره قلت نزلت عنهم اي شيء، خاصة من الأشخاص بديت نهاية كود 8، ما بديت على أيام كود 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7، بديت مرة نهاية كود 8 على أيام الهاكات. وآخر مرة لعب كود 6 تقريبا من سنتين. طبعا الأكواد هذه معروف فيها لانك شنيع وفيها هاكات بالهبل، بس مجرد تغيير جو ويعني لايف مع هذه الأكواد. نبدأ بسم الله. طبعا ببدأ مع سلاح اليو ام بي كأفضل سلاح في كود 6 من ناحية السب ماشين جن، أعتقد نوع ما أفضل بين الكل يعني إذا أنا غلطان. اوكي دمجت حيل، المفروض اقعد هني شوي اخذ نفس. ف كيف ما قلت لكم انا بديت على نهايه كود 8، كود 6 ما لعبت على ايامها ولا كذا، بس يعني مجرد تغيير جو ارجع العبهم. لكن اخر مره لاعب كود 6 تقريبا سنتين. ترابل، احس اني بنق. اوكي رب الظاهر 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 والله اعلم اني داش رسبونهم، ف كيف ما مت والله ما اعرف. الظاهر انه محقد وخذ ارجع هني اقعد. طبعا يالس العب على يدة سوني 4، شابك فيها الواير. يمديك تلعب يدة سوني 4 على سوني 3، يمديك تلعب يدة سوني 4 على يدة سوني 3 بس تشبك الواير. خلنا نزل على رسبونهم، خلنا نتغير شغل. مشكلة يا اخي الاقيام لاك شنيع يا جماعة وهاكات بالهبل، فيعني ما يمديك تتهنى فيها كثير، لكن الحمد لله على كل حال. يلا الشب. لا بيبلو، بيبلو هني مرة مخيسة، مرة تعبان البيبلو، على عكس البيبلو اللي في كود 8 مرة قوية، هني في كود 6 ضعيفة. يا اخي والله يا اخي الاعدادات مره قديمه، الظاهر انه من زمان حاط بيبلو ما حطيت الشبر. ولو الشبر ورسبونه مع السي بي يمديني اجيب النيوك. سلام سلام، بينحشرون هناك. هذا الشبر صعب انك تفلت منها. لا لا اوكي خمس. اوكي غلطه من عندي طبعا، هذه دخلت الرسبون المفروض من بعيد لبعيد. ثاني شيء البيبلو ما سوت اي شيء، قتلت كم واحد اثنين يا اخي. والله الاعدادات المفروض يكون شبر. ف يلا شيء ثاني، نفس الشيء دخلت الرسبون، اخويا انا نفس الشيء يدخلون الرسبون، فيعني الموضوع نوع ما فيه فوضى، فيعني الحمد لله على كل حال. طبعا تغيير جو، نرجع نلعب كود 6 تغيير جو. اذا تبون نلعب تبون نلعب اكواد ثانيه مثل كود 4 ولا 5 ولا 7 حطوا لي تحت هناك في الكومنت عشان نلعب هالاكواد. طبعا مرة أكواد حلوة ممتعة، لكن يغلبها الهاك ويغلبها اللاج، فيعني ما يمديك تسوي شيء، خاصة هاكات عادي يكون 3 ضد 3 هاكات. يعني في النهاية الفريق اللي تلعب فيه ما يستانس بقوة الهاكات. جربنا الهيارة الثانية. أخي بين كيلر يا أخي. اوكي دخلنا متاخر الحين. اوكي اوكي الاعلام شيء 90 الاعلام. اوكي ماشي يمدينا يمدينا ان شاء الله. اوه
الظاهر يخدون حبي يخدون خلنا قاعد له مني الشتغل هذا اعتقد الاسم ال AA1121 ما ادري نفس الشيء الشتغل هذا اوردي بعد نفس الشيء موجود في كود 8 اذا انا مو بغلطان بيرجع لنا خلنا ندور عنده خلاص اتمنى خويي ما قتلهم كويس باقي نفين على الهرير شوف اخويائي ضاغطين على البي وال ضاغطين على البي والاي الظاهر اني بيرسبن في السي والله المفروض يرسبنون في السي غريبة ما احنا رسبن اوكي خذوا الاي برسبون غريبه يا اخي المفروض يقلبون السي يا اخي لكن ما عليه يلا تعاي الفيب لو تعاي يا الله ما شو السالفه يا اخي الكلاستيك ما يطلع نادر صعب اوكي الحين اطيب لو تجددهم خريطه مفتوحه خريطه يعني اوكي انها مفتوحه فبيمديها تذبح ان شاء الله انا خايف الوقت يخلص ما يمديها اجمع النيوك لكن ان شاء الله البيبلو بتيبها سريع سريع الوقت انا بشوي على الاقل اذبح اثنين ثلاث لان اخاف الوقت ما يمدي اوه لا لا اله الا الله محمد رسول الله يا اخي اوكي ما علينا طبعا داخل متاخر داخل الاعلام كان شيء 90 فيعني والله هو غلطتي يا شباب غلطتي اني درعمت المفروض اني اتري البيبلو بتجلدهم لكن كخوف شوي زياده او خوف ماسخ باختصار انه يا اخي قاعد مكانك يا اخي يا اخي والله حرام البيبلو كان تجيب لي كل شيء سبحان الله تشتغل على المابات تشتغل على المابات المفتوحة ها فايدة الشتقة ها فايدة الشتقة يوم تدخل اماكن ضيقة تطير لك الشخص بسرعة طبعا فزنا اوكي نقطة حمراء هو ضدي بعد نفس الشيء ما بدك تسوي شيء هالجيم طبعا لاج وهذا طبيعة الكود 6 لاج وهاكات اذا بتنزل على الاكواد الثانية حطولي تحت الديسكريبشن السلام عليكم في الكومنت السلام عليكم